تحية لكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا، ونتمنى انكم تشتركوا عندنا في القناة، ومرحبا بالجميع حتى بهذيك الاصوات يعني المعارضة والمنتقدة وتذوك صحاب السبان لعل وعسى شي نهار يفيقوا منها. الموضوع اللي داير راكم عارفين في الفيسبوك واليوتيوب هو موضوع صفقة القرن، وشي ناس دايرين هاي لالا قالك القدس في خطر وهادي فلسطين في خطر، فهمتي اليهود زربوا علينا الزربه هذيك الراقصه. المهم انا خويا نقول لك المغرب في خطر، فهمتي قبل القدس المغرب في خطر، موروكو فيرست، فهمتي لان فاش جا الرئيس الامريكان شنو فهمتي قال لهم امريكا فيرست، امريكا ان امريكان فيرست، ما قالش لهم يوروب ولا شي لعيبه اخرى، قال لهم امريكا فيرست، وفعلا هو تيخدم المصلحه ديال الشعب ديالو. هذا ماشي الموضوع ديالنا اول، وانا تنقول لكم المغرب اول، فهمتيني كازا قبل غزة، تازا قبل غزة، جرادة قبل غزة، فهمتي الرباط قبل غزة، أكادير قبل غزة. علاش دابا نتوما نقولوا فعلا هادو اللي باغيين يحرروا القدس؟ لأن ندير هاد الفيديو هذا شورت يعني قصير. خويا تحرر القدس وي سي بون، أها أنت سير ما غدا نقولوا حنا دابا نتوما حررتوا القدس وحررتوا فلسطين والفرحة تاعهم يعني العالم الإسلامي والعالم من فهمتيني من شمال إفريقيا حتى ماليزيا. شنو نقول لكم شنو هو النموذج اللي غادي يعني تحطوه في فلسطين؟ يعني النموذج السياسي الامثل الحكم تحطوه تما، شنو غادي تعطيو للقدس حاليا؟ اول حاجه باغي نديكم واحد الدوره، كونوا بعد الصور نوريكم يعني مستشفيات ديال القدس كيفاش دايره، فهمتي مستشفيات ديال القدس اش نقول لكم كي دايره، شي حاجه درك عشيري فهمتي. نشوفوا مستشفيات ديال المغرب، الناس عايشه الناس ناعسه على البياص، فهمتي مراه ميله تمايا بحال شي فهمتيني بحال لا شيء راه ميناتها. وانت اخويا باغي تمشي للقدس شنو غتمشي تحط هذا النموذج يعني من ديال السبيطارات تحطو في القدس؟ انت حررتيها بعد، عندك شي افكار تحطها تما؟ عندك شي نموذج تحطو؟ ما عندكش. انت تتعيش يعني الفساد في الدوله ديالك ومقموع في الدوله ديالك وما عندكش حريه في الدوله ديالك، وعندك اكثر من 2000 ديال البشر ولا ما عرف ديال السجناء المعتقلين السياسيين في المغرب، هادو كاملين يعني ماشي مشكل على القدس اولا، الاسرى الفلسطينيين اولى من المغاربه فهمتيني المسجونين تمايا فهمتي هما الاولين فهمتيني. لا فلسطين اخويا اش المغرب، المغرب هادي حنا ولفنا الحزق ولفنا القمع ولفنا فهمتيني ولفنا التفقير ولفنا التجهيل. المهم اول حاجه راه فلسطين كلاسيه احسن منك في التعليم، ومكلاسيه احسن منك في التنميه البشريه، ومكلاسيه احسن منك في القطاع الصحي. واش نقول لك واحد اللعيبه شنو سميت، ما عندهمش اميه، ما عندهمش اميه تقريبا، الشعب كله متقاعد في فلسطين، الشعب كله متقاعد، غالبيه الفلسطينيين قايم دكتور مهندس وانت طالع هذه فلسطين. انت شنو عندك 40% ولا مع 60% ديال الاميه؟ شوف بلاتي البنيه التحتيه ديال ويست بانك، اوكي شنو يقول الضفه الغربيه ياك، شوف نشوفوا شي تصاور، شوف وري لي تصويره هنا الله يرحم باك. عندهم الصراحه البنيه التحتيه واعره عندهم. نشوفوا البنيه التحتيه ديال المغرب، حتى في القرى الوسطى ما كانش البنيه التحتيه هذه، في البلدان اللي بحال اوروبا في الظلمات وداك الشيء ما كانش البنيه التحتيه، ولكن انتما في القرن 21 عندكم هذه البنيه التحتيه، ما عندكم والو. يا كما قلت لكم قال لك شي سميو بالعربيه ديك اللعيبه ديال غريق يستنجد بغريق، يعني واحد تيغرق وبغي يعتق واحد حتى هو تيغرق، يعني غريق يستنجد بغريق. هو اخويا شوف بلادك يلو قبل ما تشوف فلسطين، شوف بلادك راه عندكم الرقم ديال البطاله راه وصل مع 20% ولا مع 25% في المغرب. فلسطيني تيعيش اكثر احسن منك، المغربي تيعيش اقل من دولارين في اليوم، فهمتيني 2 دولار فهمتيني، المغربي تيعيش باقل من دولارين في اليوم، الفلسطيني فلسطيني تيعيش تقريبا بهذيك 5 ديال الدولار في النهار في اليوم، اللي هي تقريبا ما عرفتش المهم ما عنديش لا الحساب علاش. لا المهم هذا تيبقى واحد اللي تيبقى بان عندهم لافونتاج عليكم، يعني عايشين احسن منكم. لي بيبي ديالهم فاش النساء ديالهم فين تيولدوا؟ ها كيفاش انت ها كيفاش
قبل ما تفكر في شي حاجه اخويا حاول انك تحط حط الاولويه فهمتيني. ماشي انت في شمال افريقيا وتتفكر ليا في القدس اللي هي جات بعيده عليك الاف كيلومترات وباغي تحررها وفين تحررها ما عندكش النموذج باش تحكمها اصلا. حرروا بلادكم فهمتيني قبل ما تفكر اخويا في القدس وتخربق وهداك الشيء. حرر اخويا بلادك راه محتاجه حتى هي تحرر. راه عندك معتقلين سياسيين عندك الفقر عندك الهشاشه اطفال اطلس ما لاقينش ما يلبسوا في هذا البرد هذا والناس عايشين يعني بدائي فهمتي. ورا نقول لك واحد لا فيديو ها هو شنو معلمين ظهرنا البرد عندنا الجو يقراو وما كاينش المعلمين. حاول اخويا تحط الاولويات في الراس ديالك وحاول تفكر شنو هو المشكل ديالك. لان المشكل ديالك ماشي هو فلسطين المشكل ديالك يعني اللوكال يعني فين انت ساكن يعني اللي هو المغرب يعني الحدود السياديه ديالك تما هذوك الناس اللي تيحكموك تما راسوا عليك جميع انواع القمع وجميع انواع السياسات ما تيحترموكش ما تيعبروكش تيعاملوك كحشره. مازال الفلسطيني عنده كرامه عنده لافي عنده واحد لافي ما انت ما عندك لا في لا والو ما عندكش حريه ما عندك والو باقا عندك الحريه تقول الحمد لله واكلين شاربين هذه هي الحريه اللي عندك فهمت تاكل وتشرب. وحتى داك الماكله والشراب الا مشيتي بزاف ديال الدول غادي دير مقارنه غادي تلقى راسك اخويا راه ما عندك لا ماكله لا شراب راه غير تتبرد على راسك. ولا بحال هذوك اللي تيجيو عندي تيكتبوا لي تعليق الحمد لله هناك كاين الموت وعند الله تجزى النفوس. انا تيقهروني تصحاب التعليق باش نكون معكم صريح تندير لي سوبريمي التعليق هذا لانه تي شنو تي هذا يكون مندوب بالالكتروني هما اللي تيكتبوا التعليق باش يبردوا على المغاربه وهادي فهمتي باش مغربي يشوف هذاك التعليق يقول الحمد لله ربي راه ما يفوتكش نقولوا ياك. ولكن شوف بلا ما تردي لك علماني ملحد تخربيق عفاكم حاولوا تكونوا شويه طلعوا النيفو شويه. حنا تنهضروا هنا بالمنطق وتنهضروا بخاكت فهمتيني عمليين خصنا نكونوا عمليين وخصنا نحطوا الاولويات ديالنا في بلاصتها. اخويا فاش تجي تقول لي عند الله تزال الامور ماشي اجوبه راه تتبرد على راسك فهمتيني بهاد الهضره هادي تتبرد على راسك بحال تقول وصافي هانيه انت المهم نعيش معذب انا وراه كاين صافي. خص دابا انت تخلقتي في الدنيا هادي باش تجي تعيش على يد واحد الناس يستعبدوك وهانيه وانت عندك واحد العقيده انك تتسنى حتى تموت باش تمشي للجنه ولا شوف انت شنو تتسنى وتحاسب نقولوا غدا يوم الحساب نقولوا مثلا انت واقف قدام الله تيسولك يقول لك هو اصلا انا تنضلك وكنت انا تنحاسبك نقول لك علاش اخويا ما دفعتيش على راسك ما دفعتيش على الظلم اللي تتعيش تقول لي لا ما كناش قادرين وكنا تنتسناو العداله ديالك الله. هذا راه الله يسا يعني انا تنهضر مع العقوب ما تنهضرش مع ذوك الخشبيش اللي يشوفوا هضرتي وترجموا الترجمه ديالهم هما والتخربيق ديالهم لان فهمتيني كما قلت لك ما عندهمش ما تيكسبوش لانتيليجون ايموشينال ما عندهم والو. تقول لي لا راه كنا مظلومين ولكن ما قديناش راه رضينا وتنتسناو الموت تجي باش يطلعوا تمايا وتجيب لنا حقنا من. ولكن انت يا بالنسبه شكون كنتي تعبد الله ولا كنتي تعبد ذاك البشر؟ لا راه كنت نعبدك ولكن في نفس الوقت كنت نخاف من ذاك البشر. اوكي اوكي زعما كنتي تيقولوا لا سوبميسيون كنتي انت مستسلم لله وداك الشيء ولكن في نفس الوقت جا واحد البشر واستعبدك باسم الدين وباسم الله وطاعه ولي الامر وكذا وتخربيق وسيدنا وابعد مني او سير بحالك ليها او اعطيني اتساع لنجيب هذا البلد نفشخك بها حميده. المهم جا المراكشي يا سلام اوكي انت يا كنتي تعبد الله ولكن في نفس الوقت كنتي تخاف من واحد البشر وكنتي تعلن تقريبا انك تخاف من الله وتخاف من البشر. اذا اخويا هذا ما عباده ما ولا هذه سكيزوفرينيا لا يمكن يعني هذا ايمان ما تقوم يعني لا يمكن العمل به. مازال داك تلقى داك العلماني في اوروبا تيامن بالافكار ديالو وتيامن بان حقه هنا ما كاينش حقه ليه فهمتيني ومن حقه اخر لان ما تزاديليش انت هنا باش بدات تسكت على حقك وتسنى حقك حتى توصل تمايا باش فهمتيني تعيش لافي ديالك باش انه ربما يجيبك الله حقك وتدخل الجنة خالدين فيها. راه هذا ماشي تكير الحياة هذا ماشي تكير اخويا ما تخلقتيش انت باش يستعبدك شي باشا ما تخلقتيش باش تركع لشي باشا ما تخلقتيش باش بدا تعيش في خوف قهر انت تخلقتي حر وعريان فهمتي يعني ما يتسال حتى شي واحد شي حاجة. خصك تدافع على الحرية ديالك لان المضاد ضد ديال الحرية هو العبودية وانت تعيش في العبودية يعني شنو خصك التحرر خصك انك تهز في هذيك لي فالور القوة الحمولة ديال اش تيسميوها ديال الحرية ودافع على راسك وتقاتل فهمتيني قبل ما تبقى تبرد على راسك. وغير باش نرجع للموضوع الخوت هو
حرروا بعدا اوطانكم اولا، وعاد تكلموا ديك الساعه على الشيء، ماشي انت تعيش في المراكز الاخرى ما عندك لا، وبالبحث العلمي ما عندكمش في ديك البلاد، ما عندكمش لا سبيطارات لا بنيه تحتيه كما قلنا لا والو. وانت يا تفكر ليا في القدس اللي البنيه التحتيه ديالها اش نقول، رانا انا تنسان هذيك الفكره. دابا انت كمغربي غادي تمشي تما، انا عطيوك سيدي حررتيها بهذه المسؤوليه اللي عندك، فهمتي؟ لان هما اللي يكونوا تيسير. تخيل معايا حررتيها، ما عرفتش انت شنو تتخيل زعما، غتجيب لهم هذوك المسؤولين اللي تيضربوا نص ديال الميزانيه كون في المغرب، غادي تديهم تديهم القدس وديروا تعطيهم واحد الميزانيه باش يبنوا وثاني يزيدوا يطوروا في البنيه التحتيه، غادي شنو يدير؟ يضرب النص للجيب ولا تولود ديال داك الشيء، وعطيك الربع يدفعوا باش يبني لكم واحد طريقه هشه خويا. ماشي تفكير. حاجه اخرى، القضاء اخويا، القضاء عنده في فلسطين مستقل، وي مستقل على ديال المغرب. فراسك اسرائيل بنيامين نتنياهو هذاك هذاك خونا هذاك راه فهمتيني تيتحاكم واحد القضايا ديال الفساد. نتوما فاش تحرروا القدس تحرروا فلسطين كامله، غادي ديروا لهم قضاء ديال المغرب تما ديال باك صاحبي والتليفون ولا كيفاش؟ ما فهمتش. ما يمكنش. انا تنظن بان اخويا خليها هكاك، خلي عندهم قضاء مستقل، فهمتي؟ عندهم قضاء مستقل، وخلي عندهم قضاء مستقل ديال، ماشي انت تجيب لهم واحد النموذج ديال القضاء ديالك الفاسد وتانستالي عليهم تما وتبدا تغنى ليا بالتحرير. تتهضروا شي امور ولكن ما عارف كيفاش تتخيلوها وكيفاش تتبان لكم، لان الفلسطيني تيعيش حريه اكثر من المغربي. اسرائيل نفس ياك في القدس، راه كاين بزاف ديال الفلسطينيين خدامين في اسرائيل وعاجبهم الحال وعندهم خدامين بالكرامه ديالهم، و يعني المستشفيات ديال اسرائيل تتستقبل بزاف ديال الفلسطين، وفهمتي تتستقبل بزاف ديال الفلسطينيين عاملهم يعني معامله انسانيه في هذوك السبيطار، بلا ما يخرجوا لي هذوك الناس ديال العاطفه ولقد انك صهيوني انك من الكفار انك تدعم الصهاينه وتدعم الغرب وتدعم وتدعم. خليك اخويا انت خلي بعيد على هادشي، نهضر لك انا تندير لك واحد المقارنه. انت دابا ما كان ما تعطي والو للعالم، ما عندك ما تعطي لفلسطين، ما عندك ما تعطي لحتى شي دوله، فهمتيني؟ شوف هي بلادك حررها، انت داير بحال هذيك خاينه اللي تيصرفقوا شي واحد يطيح وتينوض وعارف اللي صرفقوا تيقولوا لهم شكون اللي صرفق، هادشي اللي جدي موت حمار. وديك القضيه ديال الصور القصير راه كاينه عند العرب كاملين، خص ديما شي موضوع يكون عاطفي يبردوا فيه الجنون ديالك، فهمت؟ القدس مره اخرى تكون بورما، مره اخرى هذوك السجون ديال الايغوس اللي في الصين، كل مره شحال عاطفيين بزاف وما تفكروش. انا تنشوف يعني اش نقول لك، خصكم تحاولوا انكم تحرروا من هذيك العاطفه، اول حاجه العاطفه تحرروا منها مزيان. وديك الساعه خويا شوف الحل لبلادك، اول حاجه ديرها هي تشوف حل لبلادك. هذيك الساعه حتى لو بغيتي هضرتي على بلدان اخرى ولا تفكر دير شي مشروع تحرري عالمي راه تجي معاك. اما دابا انت تتعيش ليا في العبوديه وتفهمتيني وتلقاو فيها حتى دوك ديال العداله والتنميه وهذوك العدل والاحسان وداك التخربيق، الاحزاب في المغرب دابا تلقاو هذه المناسبه الافضل عندهم باش انهم يعبوا داخل صفوف الشعب، فهمتيني؟ غيدخلوا غيبقاو على الشعب فلسطين اننا نخسروا القدس يا ابا زعبوله. فين هي فلسطين؟ وين هذا؟ انها تنزل، انهم قد سرقوها بلاش، انهم قد سرقوها وذهبوا بها، ان ترامب قد اعلنها مدويه، ان الفرنجه احتلوها واخذوها منا نحن، هيا لنذهب الى شارع الرباط، سنذهب هناك وسنبهر العالم بمسيره حاشده، مسيره تجوب الشوارع، وبعدها اتعلم ماذا سنفعل؟ سنذهب الى النوم، سنذهب الى النوم بعد ذلك، ربما سنصلي امام البرلمان لنظهر لهم اننا متمسكون بعقيدتنا المتميزه العظيمه الله اعلم، وبعدها سنذهب وسيتشتت الجمع وستذهبون الى منازلكم وعليكم بشويه ديال العسل والحليب لانه لان حنجرتكم ستكون مجروحه كثيرا، لذلك اشربوا العسل واللبن قد يساعد على ذلك، وعند الغد ستذهب مبحبحا الى عملك، وبعدها فهمتي؟ وبعدها ستستمر الحياه، والقدس ستبقى قدس، واسرائيل ستبقى اسرائيل، فلسطين ستبقى غير، والعالم سيكون كما هو، وانت خرجت بحبحت العالم، فهمتي؟ درتي اتشي في الشارع وخرجتي، لهذا انا كما قلت ان هذا اصحاب اللحي سيجدون يعني الفرصه الملائمه للتعبئه داخل صفوف الشعب، وبعدها صعب سيعبئون ربما 100 شاب بينهم 200 فهمتي؟ وسيذهبون معهم، وان شاء الله عندما تاتي الانتخابات سينتخبون العداله والتنميه، والعدل والاحسان سيدخلون افكارهم في جمجمه هذه الشباب، وبعدها سيتشتت الجمع، وسنبقى نحن كما نحن، والقدس كما هي، والعالم كما هي. حيدا لي هادشي هذا غيبقى كلشي كيما هو. وانتوما شنو خويا؟ العالم تيتسير وانت غتبقى كيما انت، وشكون اللي ربح في هادشي كامل؟ هادوك صحاب اللعي صافي، جمعوا البشر، حركوا لك هذيك العاطفه اللي عندك والغيره ديالك، ومن بعد تمشي اخويا تنعس، والاوضاع ديالك في بلادك تتزيد تهور، وولادك المستقبل ديالهم تيضيع، والاجيال تضيع، وما عندك والو، نهايه ماساويه، شيء مبكي. المغرب في وجه المغرب اولا، خصنا نحطوا الاولويات ديالنا ونشوفوها كامل ما
هي ونتحركوا ليه، شوفوا لي جول ديالنا الهدف ديالنا ونمشيو ليه. اما خويا انت في المغرب تعيش حاله يرثى لها، يرثى لها يا صديقي، وتريد تحرير العالم، انت احمق ام ماذا؟ اعطيني تيسي الله يرحمك تهلاو الخوت ما تنساوش ديروا سبسكرايب. انا عييت صافي تبعبعت انا بحبح عليا باللبن والعسل. المهم تهلاو